شهر حطه نفس الصرحة بحق كذب لك كنت مقلقة على الصراحة علاش مالك ونقول لك دابا احنا مش هاكل طعم نقدرش دابا نركب لك حاجة باش تقبل من النوم نهار الاربعاء شنو هما ناس تصمتيني صدمتك؟ تلاقاو معايا واحد الدراري من جيت السبت وقال لي داك المنافق واش باقي كيجي عندك؟ قلت لهم مالو؟ قالوا لي كيعايرك وكيقول لك الهضره خايبه. شكون قال لك؟ واحد الدراري من جيت السبت. شنو سميت؟ عندها واحد قصير والله ما عمري ما قلت لك شي حاجه. واحد قصير وابيض واحد طاهر جاي طاهر لا ولد بالطاهر غنقول لك واحد الدري طاهر عاود ما شفتو طاهر من نهار اللي قال لي راه مخاصم مع الخطيبه ديالو وعاود يا خالتي نقول اقسم بالله تا كل هذا واش انا كنكذب انا اقسم بالله عرفتك نهار قلت لي قلت لي بغيت نجي عندك قلت لك ما مساليش ما كنتش الدار انا كنت في الدار ما بغيتكش تجي عندي اقسم بالله ما كتعيطي حتى مره ما نعرف هما غيكذبوا لك قالوا لي هذاك اكبر منافق كتدخل لدارك كتجي كتجي ديت مالا للسويع وكتجي عبد وما كان لك عارفش انا عاد لاله مريم قالوا لها مالا ما قالوهاش شكون غسل لكم شنو الناس داك الدري اللي قصير وغليظ اش قال لينا وداك السمر اللي طويل اش قال لي واش باقي كيجي عندكم هذاك المنافق قالت لي مالك وما عبد الحق واحد ما تخيط تسمع عبد الحق اسمع خليني ندوي معاك اسمع رقاق وطويل وين اسمع اسمع خلينا نشرح لك قالت لي مالكم مع عبد الحق مالكم عليه علاش تقولوا عليه منافق قال لها راه كيعايرك وكيقول فيك وكيفعل فيك وكيفعل فيك وكيديرك والله العمر قال قلت لهم انايا ما كنتهلاش فيك وانا فاش كتجي عندي كنخليك تبات بالعشاء وانايا كنبغي غير تصور معايا عمرك تصورتي معايا عمرك عم تحكي لك اجي صور معايا مره وحده في رمضان كنا كنضحكوا درنا مع جوج فيديو كتعرفي بالله كنامنوا كلنا كنعرفوا كنامنوا بالله ماشي راه فيك اقسم بالله بالله العظيم وباش غنطيط لك انايا واخا حلفتي باش عارفهم هما كيكذبوا عليك ولا شكون شنو الدراري ولا شكون الدراري راه ما كتعرف سميتهم من جيت السبت كيعرفوا قال لك حتى قلت قالوا لك علاش ما غاديش كتمشي عند الدكاري قلت لي ما كتهلاش فيا وهذيك غير صاحبه حاجتها وهذيك منافقه وما مزياناش وملي كنمشي عندها كتبيتني بلا عشاء لا 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 سي واش انا عمري بيتك بلا عشاء عبد الحق الله يهديك يا خي محشوماش عليك عبد الحق انا عزيز عليه ودرك كثر من ولدي والله ما عيطت كتعرف الله تما هذيك ولا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم 100 مره واقسم بالله عمري ما عيطت كتعرف الله انا بغيت تقطعي بيا من هنا عمري ما قلت لك بحال هذا تقطعوا ديال الشيطان كان سولني ايوب اليدين هما اللي كتشد بهم ديالك هذوك اليدين كتحك عتا هذوك اليدين هما كتضربوا علاش 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 نقول لك كان سولني ايوب مولاي طه ايوب شكون ايوب قلت لك اسم داك العريس واش دري ايوب سميتو ايوب ما قالش سميتو انا تلاقيتهم هما كيعرفوني معاك قالك شافوني معاك في القناه ما الدري ما كنعرفهمش انا مسكينه ماما مسكينه ما عندها عرفتي بعد دي زهر انا كاع اللي كنعاملو مزيان والله اللي جا كتقول ما فهمتش انا واش ماما مسكينه ما انا طعام يا عباد الله ذكر واللي كانوا كينكر لا هذا انش دابا غندير واحد الفيديو جيت نزيد نكون راسي ضر عطيك انت تعصبت مع هذا العصب مزيان داك الزيت تاع حياتي مزيان قلت لي مزيان قلت لي كتعرف الله لا انا واش تعمرك قالوا لك ردك عليا عيراتك ولا قالت لك شي حاجه وانا عزيز عليا والعائله كلهم كيسولوا عليك كيقولوا لي عبد الحق كي داير عبد الحق سلم على عبد الحق واش نهار تمنى جوندان عرفت هذا لو جوندان تما تقول لنا عاد المصور راسو وسولوني عليك والله سولوني عليه ولا لا اش قالوا لينا؟ قال لي واش هي اللي بنتي مع عبد الحق بديت جي؟ داكشي اللي بنتي قالوا لي قال فين عبد الحق؟ اش شفناك معاه؟ اش بقاتش كتباني مع عبد الحق؟ لا عمرنا وانا حشمت احترامات دارك الملكي من ديك الساعه ديال كلشي كاين وي واش كتعرفي بالله؟ انا باغي انا بغيت ما نوصلش للدار الله يجيك انا ما بغيت ما نوصلش لوصلت للدار داكشي اللي بغيت يجي الشيطان يعوذ بالله منه حيد اجي نقول عمرني ما قلت لك هالشيء الهضره ولا كنت وا بالي في العائله تقولها وتقول كثر والله يا عمرني ما قلت لك بحال هكا حطها باش نعرف انت تقول الصح لك هانس ايوا اقسم بالله النيفا خارج من الكاسكيطا لا لا في الشيطان ما فيها قشره
انت كتعرف الله عنك والله ما كنت تفهم كتضحك والله يلا والله حسن ندير فيديو ماما مسكينه بقى فيها الحال هادشي دابا نقول لك كتسمع انا عاد الاصل كندير شوف عاد الاصل بغيت تبقى فيها الحال شوف كنعاملو بحال ولدي كنعاون انا كنعامل بحال خويا وهادي وتقول فيها هاد الهضره عاد بداك بداك تفقص من هاد ولا عندي فيا انا ما تقولهاش شو عاد حقا نهار سمع واه واش كت ولا نحشم عليك قسم بالله هادي والله عاد ضرب الكاميره بالفاصه كاميره شوف هاد الكاميره كتلبس الصفاريات قالوا هذيك ميرا الجني قالوا ما عرفت ميرا ها هانت وليت ندخلو لدار الصفار بلا ما نشعر مكانش عزيز على الصفار علاش نقول لك هانت هانت والله يحسن انسي هانت نوبيع لك والله يحسن ندير فيه هاد نوبيع لك انسي والله اش غاد اش غاد ايوه اش غاد تقول ليهم ما عرفت ما عرفتش دوك هاد الجو نقول ليهم مشيت هاد دوك هاد الجو نعرف هلا اخذ فيه الحق لا كيدوي فحال انا فين حق ماما ماما دابا كتسحبك كتضحكي معايا ولا شي حاجه شنو راك عارف انا بغيت نحكي على وين بصح راه داوين بصح انا بصح لا غي غادي نخدمو فوق وني هاد الكلمه لك قالت لك انا قالت لك انا انايا قلت لي عمر ما خلاتني بلا عم دخل عم دخل الدار ثلاث من العشاء وتلقى دخل شوف من عين صراحه والله ما مشات عام الصراحه نقولها لك قول قول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم 100 مرة والله عمرنا ما عيطش شوف انا راني اش كنت انا انا حسيت بحال شي كندير الحزمة راه بلاتي عارف اش كانت عليها هاد الحزمة هكا طالع دبا طالع على هاد العصر طالع عليك العصر كتلبس كلشي صفار كل حزمة راه سيري صفار اللي ما عرفتش نشري دار بعد صفار اليوم لا يخت في الحق كتبقى فيا ماما والله قدام حاف بنادم وما كيعقلش واش دار دير ديك صيور شويه كسيرو بيان وغلقد كسيور عيني زاقين عاد تنقول لي راه مولاي الطاهر ماشي مولاي الطاهر ماشي مولاي الطاهر لو تعرف انا عيني زرقاء مع الخيط الاحمر راه ديال ولاد عيني عيني زاقين اخو مولاي الطاهر بلاش بلاش اوكي بلاش ماشي معايا ماشي خو لا كيش بنت لا 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 نشوف شوف مولاي الطاهر راني عارف بلاش لا 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 نقول لي دابا اش غتقول لي بلاش ترى هنا عسس قدراس هاد الشيء شوف فيه شوف 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 سكت 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 مقطع بلا انا كنت كنهضر معاك لما التلفون ما ماشي غير اللي طويل اللي قصير وبيض وعيني زرقاء والله غير الصغير شو وري لي شو الله يخلي لك المي ديالك واش ما عندهاش السويت ترى تلاقات بيه وانت اسمع سمع سمع راه تلاقات بيهم وقفوها حتم حسابين اقسم بالله العظيم ما كيحملوكش انت الا كنت عايلتك الا كنت قلت لك هذا الكلام انا بغيتك ما تسمحيش ليا قدام الله لا لا بقى فيك الحصه انا شو عبد الحق دار الحصه من وجه عزيز عليا وشوف دابا هانت بقيت كاع مشغوله ومشيت وحطيت الخدمه ديال امالي درت معاك اللايف زين معاك اللايف قدام انت قدام سيدي ربي اييه كنت قدام سيدي ربي الا كنت قلت لك بحال هكا بحال هاد الكلام كنت قلت لك دخل عمر دخل لي دارها وخلاتني لي حشه وخايبه وما كتسواش بحال هاد منافق 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 واش ما غاتش تمشي عاد قلت لهم منافقه صاحبه حاجتها وكتطلع بيا الفيديو واش من الفيديو اخويا درت اش من فيديو طلع العكس راه الفيديو اللي درتي معاه راه الفيديو اللي كتبان معايا اللي كتبان معايا راه كيشوف حتى واحد بعدا والفيديوهات اللي كيبان اللي كدير انت معاها في قناتك هما اللي كيطلعوا بالعكس هي مسكينه فيديوهات ما كيشوفهم حتى يا خاطر درت معاك كاع فيديوهات وعايروني الناس في داك العرس وغنيت معاك وقالوا فيا الناس الصبون ما خلوش فيا قلت لهم انا عبد الحق عزيز مش كيدير بين عليهم غير كيتبوش ما مشيتش شي حاجه والله عشرة الله راه ضرب على وجههم هذا شكا كيكذبوا كذب الدراري تبارك الله واحد راه شد سبيح يده لا دابا دابا باش نخشوا دابا خلينا ندم طيقت تكون طيقت هو ولا انا قلت قولي 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 شكون قعدت كتسبيح شكون طيقتو شكون طيقتو شكون اللي كيهز بلاتي بلاتي خلينا ندم عادي وعادي فين هاني انت واش عطيك خاطر شويه تصور تسمعين اسمعي اسمعي وخطات وخطات خطات عربي الله يحفظك بسم الله الله يحشوم عليك الله يحفظك السيف طريقه دابا راه داك السيف عامل دوك شي شنو صاري باغي والله ما والله ما ندير ما ندير شي حاجه نشوف والله ما باغي ندير ما نجيبش لك باغي ندخل الباج تشرب لنا الدواء وندخل نقلب لي في الباج ونقول لي واحد الكلام ومشات لي
باش ما عرفتش شنو كيدير الباج ديالو كيبدا يسيني عليه تمشي باغا ندخل نشوف حاط تما التصويره واش هو ولا لا كنمشي هما قالوا لي جيب لي تصاور ونقول وكان ما عقلش لهم بزاف وجا ما نعرف عصبت ملي قلت له عطيتو خليت وكملتش كاع معاهم. تمام وأق أش أن أن شنو بالله واش كنعرف بالله أنا معايا أنا مسلم وكنآمن بالله علاش ما نآمنش بالله؟ لا لا كنت آمنش بالله ما نآمنش بالله غنآمن بهكا غنآمن بهم هما. واش بغيت نسولك شنو هو الدين الرباح غنمشي نقول لي مرا هادي ما تهلاش وشوف حتى شنو الرباح واش من هذا ديال باش يزال ما ظهر مازال ما كنتش تهلاي فيا وقدر نقولها قادر تشكي فيا مي بقى نقول واش هاد الشيء علاش باش كنت كتحكي علاش كنتهلا فيك ما غيبقاش فيك الحال دابا المشكله انت قلتي العكس ديال هذيك المعامله اللي كنتعامل معاك انا حتى العكس ديالها قلتيها شوف هاد ها السخانه طلعتني ومريضه وي سيدي 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 شاب 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 المشاهدين قبلنا على هذا المقلب حيت هذا الناس بزاف قالوا لي دير مقلب عبد الحق نرجع شي حاجتي اقسم بالله لا شحال هما وانا ما كنعرفش نكذب راه جاتني الضحك راه هو دابا يشوف فيهم قالك لا بعدا حبس الضحكه تاعي وخلاص الغدار خرج من الكاست قال لك شحال الشعوذه شحال الشعوذه نتمنى الفيديو يعجبكم المشاهدين هذا المقلب هذا تاع عبد الحق وكنت سمعها بزاف 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 بان ولد عبد الحق طلع لي الدار مسكين عاتي معايا بقى يشرح لك يشرح لك بعدا كيعرف فهمتي وكيبين لك زعما بانه ما قالش ديك الهضره وباغي يعيط وباغي يسكت واحد العين الغاصبين ملي كنشوف هاد الشويه هذوك كنرجع شويه لا لا دابا اسمح لينا هاد المقلب راه كانت حطانا ديالكم المشاهدين بزاف من الناس اللي كيعرفوا قال لي عافاك هذوك اللي قال لي ما درتش مقلب في عبد الحق وانا قلت ما غاش ندير انا شي مقلب بصح من الرجوله الرجوله سامع سامع لا لا عطاه ويلي وخا نسمع عليه ما عرفتش شنو نسمع عبد الحق خويا واخا يقولوا لي انا عرفتي انا قلبي ابيض واخا يجوا الناس يقولوا خا نبقى الناس اللي جاي يقول لي انا عبد الحق دايرو داير نفيقوه ولا حق ولا حد شي حد شي حد اخر يجي شي يقول لي قالت لك فلانه قال ولا داك فلان قال بالعكس كيعجبني الحال الا واش واحد عايرك ولا هضر بالخايب بالعكس كان كنفرح وكنقول راه خفف الذنوب عليا خلي الناس تهضر بغات شي حاجه يقولها ونتمنى هذا الفيديو عجبكم هذا المقلب والسلام عليكم سلام عبد الحق عبد الحق مصدوم